بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس رقم كم يا شيخاني؟ فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح قصيدة الإمام القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني المشهورة بالشاطبية. وكنا قد وصلنا إلى بداية باب الراءات من القصيدة، فنستفتح بالذي هو خير. والصلاة والسلام على المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وعلمائنا وجميع المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء والقاف كملا، وفطنها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، في شرر عنه يرفق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. أحكام الراءات فيها اسم إجماعي، وهو ما يكثر تناوله في كتب التجويد، واسم خلافي، وهو الذي انفرد به الإمام ورش عن نافع رحمهما الله تعالى. فابتدأ هذا الباب بالقسم الخلافي لأن هذا هو مقصد الكتاب، حتى يذكرون في كتب القراءات يقولون كتب الخلاف، فما اتفق عليه من الأحكام بين القراء في الغالب الأعم يكون مكانها كتب التجويد، أما ما يختلف فيه فهو الذي تشمله كتب القراءات. فابتدأ بهذا الجزء المختلف فيه، ولزيادة الفائدة زاد الأحكام التي اتفق عليها أو شبه متفق عليها بين القراء. وهذا وإن كان ليس محلا لهذه القصيدة، لكنه من باب وألفافها زادت بنشر فوائد. قال رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، أي أن ورشا رحمه الله انفرد في روايته عن نافع بترقيق الراء إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرا متصلا بها. طبعا الياء نفس الشيء، يعني الكسر أو الياء يكون متصلا بها، أما المنفصل فسيأتي، الذي انفصل عن الراء بحاجز فسيأتي حكمه بعد قليل. طيب نشوف
ياء ساكنة وقال مسكنة ياء، لا بد أن تكون الياء إيه ساكنة. ممكن تكون الياء غير ساكنة، أي طبعا، يعني يرى مثلا، يرى هذه الياء ساكنة، ها ياء متحركة. الخيرة هذه الياء إيه متحركة، هذه لا تدخل في القيد الذي ذكره. قال وقبلها مسكنة ياء، مسكنة ياء، فلا بد أن تكون الياء ساكنة. طيب نأخذ منكم أمثلة للياء الساكنة التي تسبق الراء. لا احنا نريدها مع يعني ايه، يا اما في وسط الكلمة يا اما منونة مثلا بحيث ان احنا نسمع الراء في النص. اما خبير وبصير وقدير فهي لكل القراء مرققة في حال الايه الوقف عليها، مثلا بشيرة نذيرة، ايوه زمهريرة، ها كبيرة خيرة، وهكذا. مثلا خبير بما تعمل، يعني هي مش لازم تكون منصوبة. فأنا قصدي لو أتيت بمثال وكانت الراء في الطرف هاتها مع الكلمة التي بعدها حتى تضبط. طبعا بالنسبة للترقيق في البعض لا يأتي به على حقه، والبعض يبالغ فيه يعني حتى يأتي به، يعني مثلا يقول إيش إن الله خبير دو الصوت رو، هذا ما في العربية في اللغة العربية رو، هذا في اللغات الأوروبية رو خبير رو عارية غرقيق زي ما بترقق فرعون وشرذمة وقريب، ها وقدير إذا وقفت عليها، وخبير نفس الشيء. يعني ترقيق ورش للراء ليس بدعة، هو نفس الترقيق اللي موجود في الراءات المرققة للقراء الآخرين إذا كانت ترقق. فالمبالغة في الترقيق وإتيان بأصوات غريبة في عند ترقيق الراء لورش هذا ليس صحيح، وهذا يعني من التنطع الذي يأتي ببعض القراء بزيادة في الأداء. ولكن لو أنك مثلا خبيرا بصيرا، إن الله بصير بما تعملون، بصير وهكذا، لا تزيد. هذا بالنسبة للياء. طيب الكسر، الكسر اللي قبل الراء، سراجة مبشرة قاصرات، ها غيره، ها قرارة، هذه موضوع ثاني. ايوه هذه يا احنا نريد كسر، ها يبشركم او يبشرهم، ها فبما تبشرون. تبشرون هذه كيف تقرا، فبما تبشروني ولا تبشرون؟ بالفتح، فبما تبشرون، لعامة القراء ولابن كثير بالكسر مشددة تبشرون، هذا إذا رمنا يعني، ولنافع تبشروني بالكسر كنت، لكن هي من الأخطاء اللي موجودة عند القراء. لو قلت له صلها يصلها فبما تبشروني بالكسر، ومحفص عاصم وعم أكثر القراء يقرؤونها بالفتح فبما تبشرون. طيب إذا أتينا بأمثلة للراء مسبوقة بياء ساكنة ومسبوقة بكسر متصل بها، كسر متصل بها يعني ملاصق، ملاصق لها غير مفصول عن الايه عن الراء. ثم قال في البيت الثاني التالي ولم يرى فصلا، ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الفاء فكمل. قال إذا انفصل هذا الكسر عن الراء، إذا انفصل هذا الكسر عن الراء بساكن
يشترط انه يكون ساكن، ما يكون فصل بمتحرك، لا فصل بساكن. اذا انفصل هذا الكسر عن الراء فان ورشا يرقق هذه الراء ولا يعتد بالايه بالساكن، ولا يعتد بالساكن الفاصل، الا اذا كان الفاصل حرف استعلاء. يعني احنا عندنا استثناء واستثناء من الاستثناء. الاستثناء الاول ما هو؟ انه اذا هو الاول قال او الكسر موصل، خلاص الاول قال او الكسر موصل، يعني الشرط انه يكون ايه الكسر متصل. ثم استثنى من هذا قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرته. استثنى من هذا الحكم انه اذا كان الكسر منفصلا عن الراء، يعني حجز بينهما حاجز الساكن، فانه لا يعتد بهذا الحاجز ويرقق الايه الراء. ثم قال سوى حرف الاستعلاء، سوى الخاء. يعني احنا عندنا استثناء ثاني وثالث. الاستثناء الثاني اذا كان الفاصل حرف استعلاء. طب خلينا الاول نشوف الفاصل حرف من غير حروف الاستعلاء. ها مثال. ايوه ها الايه الذكر. ها وانزلنا اليك الذكر لتبين له ها للناس مثلا. ها السحر يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما انزل. ها لا إكراه في الدين. طبعا هو بمد مشبع لا إكراه في الدين. إكراه إجرامي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهكذا قال سوى حرف الاستعلاء. إذا كان هذا الفاصل من الذي ذكرناه ليس حرف استعلاء، فإذا كان الفاصل حرف استعلاء فإنه يعتد بهذا الفاصل لأنه حاجز حصين. يعتد بهذا الحاجز لأنه حاجز حصين. واحد يقول طيب ما هو الذكر والسحر والشعر مرققة لكل القراء. مرققة صحيح في الوقف عليها، مرققة في الوقف عليها، لكن في حال الوصل لا ترقق لغير ورش. نقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له للقراء، إذا وقفنا عليها ماشي نرقق، لكن إذا وصلنا لا نرقق إلا لمن لوقف. فإذا كان الفاصل حرف استعلاء فإن هذا الفاصل يمنع الإيه يمنع الترقيق. مثل فطرة مثلا، فطرة الله، فطرة راء الطاء هنا حاجز. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا أيضا الحاجز حرف الصاد. قطرا آتوني أفرغ عليه قطرا أيضا حاجز الطاء. القاف مثلا ها وقرا ها وقرا مثلا وصلت بالقاف. وابن الجزري اختصر الموضوع لانه هي اصلا لم يفصل في القران من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء طبعا سبعه، لم ياتي في التنزيل فصل الا باربع حروف فقط، الا باربعه احرف فقط اللي هي الصاد والطاء والقاف والخاء. ولذلك ابن الجزري في الطيبة قال ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترط. ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترط. وما ذكرش الخاء ليه؟ لان الخاء ما اعتبرها كما سيأتي. وقال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء. واستثنى من الحروف المستعلية ماذا؟ حرف وردت في القرآن. يعني ما ورد مثلا فصل بين كسرة وضاد والراء، ولا ورد مثلا
خين نفصل الكسرة، فاللي وردت في القرآن ككلمات في الذكر لم يرد غير الأربع أحرف هذه، الصاء والقاف والطاء والقاء. طبعا الخاء هو استثناها من حروف الايه الاستعلاء، استثناها من حروف الاستعلاء فلم يعتد بها. مثلا اخراج، غير اخراج، الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم في قراءته بالرفع متاعا الى الحول غير اخراج، لم يعتد بهذه الخاء، لذلك قال سوى الخاء فكمل بها الحروف الاخرى سوى حروف الاستعلاء، يعني دخلت كانها اخذت حكم الحروف المستفله بهذا فقط. اذا نحن نلخص ما سبق، نقول ان ورش رحمه الله رقق الراء اذا جاءت قبلها ياء متصله بها او كسره متصله رققه خلافا لباقي القراء، وكل القراء والرواه لم يرققوا الراء في هذه الحال. واستثنى من ذلك في حال اذا انفصل الكسر عن الراء، اذا انفصل الكسر عن الراء بحرف من غير حروف الاستعلاء، بحرف مستفل، وانضاف اليها الخاء، انضاف اليها الخاء فلم يعتد بها حاجزا ورقق معها. اما بقيه الحروف المستعليه التي وردت اللي هي الصاد والقاف والطاء فانه يعتد بها حاجزا ولا يرقق الراء كبقيه الحروف. قلنا انه لم يرد في التنزيل الا الحواجز هذه الأربعة بحروف الاستعلاء، الباقي لم يرد ذكره وإن كان موجود في اللغة. قال رحمه الله وفخمها، هذه المد ها الراء، والفاعل أين هو ها ورش رحمه الله، وفخمها أي ورش، وفخم ورش الراء في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلها، أي أن ورشا رحمه الله فخم الأسماء الأعجمية التي وردت فيها الراء بالشروط السابقة، يعني كأن تكون متصلة بها الكسر أو منفصلة عنها بحاجز غير حرف الاستعلاء أو أن تكون قبلها ياء. ثم حصروا الأسماء العجمية التي وردت في القرآن فقالوا اللي هي يعني فيها الكلام على الراء، فقالوا إنها ثلاثة اللي هي إبراهيم وإسرائيل وعمران، إبراهيم وإسرائيل وعمران، هذه تنطبق عليها الشروط إنها كسرة انفصلت عن الراء بحاجز غير حصين بحرف من غير حروف الاستعلاء، صح؟ يعني مفروض على قواعد ورش انها ترقق ولا تفخم؟ ها؟ مفروض على قواعد ورش انها ترقق، ولكنه استثناها، لم يرقق الاسماء الاعجمية. ابراهيم واسرائيل وعمران. ففخمها في الاعجمي. فخمها في الاعجمي. ما واحد يقول لنا يعقوب ويقول مثلا الياس ويقول هذه احنا اللي داخل في الراء. اللي داخل فيه الراء اللي قبلها يعني اللي ينطبق على الكلام. أما إرم فالبعض يرى أنها عربية والبعض يرى أنها عجمية، وعلى أي حال فهو خروجا من الخلاف نص عليها نصا، يعني الشاطبي رحمه الله خروجا من الخلاف، بعضهم يرى أن إرم اسم عجمي وبعضهم يراها اسما عربيا أو يراها اسما عربيا، ف خروجا من هذا الخلاف نص عليها أنه فخمها في إرم، إرم ذات العماد، طبعا هنا الكسر متصل بها، الكسر إيه؟ متصل، كسرة أصلية وبعدها راء على طول، يعني على قواعده يرققها، لكنه استثنى، إذا استثنى الأعجمي واستثنى إرم. قال وتكريرها،
هذا مستثنى جديد، هذا مستثنى جديد، حتى يرى متعدلا تكريرها إذا تكررت الراء وكانت مما يرققه ورش أصلا، يعني ما ينطبق عليه ترقيق الورش، لكنها الراء صرف الجم في الكلمة راء اجتمع فيها راء، فالمفروض أن في واحدة على قواعده ترقق والثانية إيه تفخم، لأن الثانية ليس لها موجب للترقيق، فهو قال فخمها في الأعلام وتكريرها حتى يرى متعدلة، يعني إسرارا مثلا، إسرارا مفروض الراء الأولى ترقق كده، مش هي في كسرة وفي ساكن غير حصين وبعد كده الراء، على قواعد مفروض الراء الأولى ترقق والثانية ليس هناك موجب فيها للتطبيق فتفكر، فهو فخمها في الاثنين حتى يرى متعدلة، أي حتى يصير قراءة الكلمة على وتيرة أو على وتيرة واحدة، مثل مدرارا إسرارا فرارا ها ضرارا. طيب ثم قال رحمه الله: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، أي أن كلمة ذكرى وسترة هي المفروض على قواعد ورش ترقق ولا تفخم؟ ها ترقق، لأن في عندنا كسرة وبعدين ساكن غير قوي غير حصين غير مستعلي حرف مستفل يعني، ثم بعدها الراء، المفروض على القواعد الورشية إيه ترقق، وهي كذلك ترقق لكنه اختلف فيها، وقال وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب، جلة الأصحاب جلة جمع جليل، جلة جمع جليل، الكبار الكبار من أصحاب ورش يرون أن هذه الراء إيه تفخم، الكبار كبار أصحاب ورش والنقلة والنقلة عنه يرون أن هذه الراء إيه تفخم. قال جلة الأصحاب، قلنا جلة الجمع جليل، والأصحاب هنا يقصد به الرواة النقل عن ورش، أعمر من العمارة ضد الخراب، أعمر أرحلة كنا بها عن شهرة هذه الرواية أنها مشهورة أكثر من الترقيق، كنا بهذا عن أن هذه الرواية أكثر نقلا عن أصحاب ورش، والأرحل جمع رحل الذي يوضع على الدابة، فقد يفهم أحد الناس أن هذا يرى فقط التفخيم فقط، لا، وقال لدى جلة الأصحاب، يعني في أصحاب ها لم يرووا ها التفخيم، طبعا المنقول في التيسير هو التفخيم فقط، المنقول في التيسير هو التفخيم فقط في مثل هذه الكلمة، لكن الترقيق هو من زيادات القصيد التي قبلها المحررون ولله الحمد، لكنهم حرروا عليها شيئا سائلا. فإذا في مثل ذكرا وسترا ها التفخيم والترقيق. طيب وبابه، بقية الباب ما هي الكلمات؟ هاتوا نفس الوزن هذا، ايوه ها صهرة، ايوه ها لما نريد اصوات جماعية ها هجرة، هجرة غيره امرأة وزرة ها ايش خبراء، لا يا شيخ ما في كسرة اصلا، هذه لابد يكون كسر ثم ساكن ثم هما الكلمات ذكرى وسترى وامرأة وزرة حجرة صهرة، كلمات محصورة طبعا بنفس الضابط، انه يكون كسر ثم ساكن ثم راء منونة مفتوحة، ثم راء منونة مفتوحة، يعني لا تدخل فيها، لا تقس عليها، لا تقول مثلا ونزلنا إليك الذكرى، الذكرى اللي هي كالألف واللام
هذه لا تدخل في الموضوع، هذه مرققة قولا واحدا لوحش نزلنا إليك الذكر لتبينه قولا واحدا، لكن هي منون منصوب، منون منصوب فيه كسرة ثم ساكن مستفل ثم الراء. طيب في بعضهم يحرر يقول إن الراء ذكرى بذكرى وسترى وبابه يأتي فيها الوجهان مع قصر البدل وإشباعه، يأتي فيها الوجهان مع قصر البدل وإشباعه، أما مع التوسط فلا يأتي معها إلا التفخيم، فلا يأتي معها إلا التفخيم، وهذا يعني لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والأولى إطلاق الوجهين، إطلاق الوجهين. لكن لو واحد قرأ على شيخه بهذه الطريقة ما فيش. ثم قال وفي شرر عنه يرقق كله، وحيران بالتفخيم بعض تقبل، أي أن النقلة عن ورش جميعا، خد بالك هنا قال لدى جلة الأصحاب، ها؟ لكن هنا قال إيه؟ وفي شرر عنه يرقق كله. طيب يرقق ماذا؟ أي الأولى ولا الثانية؟ الأولى، لأن الثانية مرققة لجميع القراء، لا ترمي بشرر القصر، الراء الثانية مكسورة وترقق لجميع الإيه؟ القراء، هذه ليست محل الكلام. وإنما الكلام على الراء الأولى، فالرواة عن ورش نقلوا ترقيقها اتباعا لترقيق الثاني، الاتباع قد يكون على ما قبل وقد يكون على ما بعد، فهم هنا اتبعوا ترقيق الثانية اتبعوه بترقيق الأولى، يعني يقول كيف إنها تغمي بشرر كالقصر، تغمي بشرر كالقصر، فيرقق الرأي بشرر، وإذا وقف يرقق بشرر أيضا. نعم لم ينصوا على تفخيم لها في الوقت. وحيران في التفخيم بعض تقبل، لكن هذا سؤال فيه يحتاج ان نفكر. وفي شرر عنه يرقق كلهم، وحيران بالتفخيم بعض تقبل، خد بالك من العبارات دقيقه، يعني هو الاول قال كلهم، هنا قال ايش؟ وحيران بالتفخيم بعض، طبعا هنا نقص ضمة، لكن بعض تقبلها، فكلمة حيران، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى في سورة أنعام، ورد عن ورش الترقيق والتفخيم فيها، فقال وحيران بالتفخيم بعض تقبلها، هي الأصل أن ترقق ولا تفخم على قواعد ورش، ها مسكنة ياء، مش ياء ساكنة، الياء الساكنة سواء انها مدية او ياء لينة، هنا ياء لين، فالمفروض يقول حيران، وكما يقول فاستبقوا الخيرات مثلا، لكن ورد عنه التدقيق والتفخيم في هذه الكلمة بخصوصها. اذا احنا عندنا الاصل عند ورش انه اذا جاء قبل الراء، هذا القسم سبق، اذا جاء قبل الراء ياء ساكنه، لازم تكون ساكنه متصله بالراء او كسر متصلا بها، فانه يرقق الراء بغض النظر عن حركه الراء، سواء الراء مفتوحه مضمومه ايا كان، فهذا خلافا لبقية الايه القراء. الشيء الثاني
أنه إذا انفصلت الراء عن الكسر بساكن غير صحيح غير مستعل يعني بمستفل فإنه يرققها أيضا كما في إكراه وإدرام ونحوها. وكذلك الخاء كذلك الخاء إخراج مثلا. أما إذا كان الفاصل حرف استعلاء فإنه إيش؟ فإنه يفخر. وما احنا قلنا استثنينا الخاء وفخمها كذلك خلافا لقواعده في الأعجمي في كلمات ثلاث إبراهيم وإسرائيل وعمرة واختلف عنه مش واختلف عنه واختلف في أصل إرم هل هي أعجمية أم عربية لكن على أي حال هو يرققها قولا واحدا ومما استثنى أي يفخمها قولا واحدا في الأعجمي وفي إرم. ومما استثني له أيضا ففخمه خلافا لأصوله الراء المتكررة مثل فرارا وإسرارا ونحوها. وأيضا مما استثني له رحمه الله ذكرا وسترا وبابا فأكثر الأصحاب عنه وجلة النقلة يفخمونه. وهناك وجه آخر فيه مقروء به بالترتيب. وإحنا قلنا إن أخوات ذكرا وسترا إمرا وزرا حجرا صهرا. وأيضا مما استثني له ولكن هذا الاستثناءات هذه بتفخيم هنا استثنى بالترتيب في شرر إنها ترمي بشرر كالقصر. واستثني له حيران فنقل عنه ترقيقه وتفخيمه. ثم ذكر أنه ورد عن ورش يعني أشياء أخرى غير ما سبق يراها رحمه الله أنها يعني لا تصح عنه. قال وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توكلا. يعني فيه أشياء أخرى غير التي أسلفها الناظم رحمه الله أشياء أخرى ومذاهب أخرى تروي ترقيقا في بعض المواضع وتفخيما في بعض المواضع. هو رحمه الله يرى أن هذه الكلمات التي ورد النص مثلا على استثنائها ترقيقا أو تفخيما يرى أن هذه الكلمات شاذة. طبعا هي شاذة من طرقه ومن روايته وإلا فقد صحت أشياء استثناءات أخرى أوردها الجزري رحمه الله في الطيبة. يعني دائما قال تنتصران الساحران طهر عشيرة التوبة مع سراع ومع ذراعي فكل ذراع إجرامي إبراه لعبرة وجل تفخيم ما نوين عنه الوسط. ورد يعني جاب بعض أشياء يعني صحت من طرقه صحت من كتب أخرى استثناؤها صح استثناؤها تفخيما أو ترقيقا لورش. يعني قد ترقق على خلاف أصوله وقد تفخم على خلاف أصوله. لكن طبعا لأن القراءات علم نقل فإنه اقتصر على ما صح النقل به إليه يعني اقتصر عما صح لديه فقد يصح لدى غيره بل ويتواتر عند غيره أشياء لم تتواتر عند الشاطبي رحمه الله. قال وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدت في الأداء توكلا. يعني أن ما سوى ما ذكر من هذه القواعد واستثناءاتها فإن يعني هناك مذاهب أخرى كثيرة يراها شاذة لم تصح. والتوكل هو التوغل في الجبل صعود الجبل والتوغل فيه فيرى يعني كأن هذا هذه المذاهب يعني أبعدت المدعى ويعني
جانبت الصواب. هذه الأحكام التي ذكرها هي الأحكام التي يعني كانت تكفيه في باب الرآت، لأن بقية الأحكام يعني إجماعية أو شبه إجماعية، إن هذه يعني محلها كتب التجويد. لكنه زيادة في الفوائد ذكر بعض الأحكام التي أجمع القراء على عليها. قال ولا بد من ترقيقها بعد كثرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكله التفخيم فيها تذللا، ويجمعها قطص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. هذه كما قلنا أنها أحكام إجماعية. قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملاء. طبعا احنا الأحكام التي سنذكرها معروفة لديكم ومعروفة لدى من يتابعوننا من غيركم، لأنها أحكام تجويدية مشهورة. فنحن نعرف أن الراء إذا فتحت أو ضمت أو جاءت بعد ضم أو فتح فإنها إيش؟ تفخم لجميع القراء. إذا فتحت أو ضمت يعني الراء نفسها مفتوحة أو مضمومة، طبعا باستثناء اللي سبق الدورش، يعني الأشياء اللي سبق الدورش هذا استثناء، لكن بقية القراء فالراء المفتوحة والمضمومة تفخم عنه. وكذلك إذا جاءت راء ساكنة بعد فتح أو ضم أو ألف أو واو فإن هذه الراءات كلها إيه؟ تفخم. جاء هنا على حكم من أحكامها، قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة المال. صاحي عكس نايم ولا صاحي صاحي عكس نايم؟ أيوة. إنما هو يسمى اسم مرخم، اسم مرخم. صاحب هي، والأصل الترخيم أن يكون للأعلام، الأصل في الترخيم أن يكون للأعلام، وأحيانا يكون للتدليل ولغيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يا عائشة، فيا صاحي يعني يا صاحبي، يا صاحبي هذا الأصل فيها. والأكثر يعني الأصل في الترخيم أن يكون للأعلام، لكنه مشهورة يعني كلمة يا صاحي العرب يرخمونها. الترخيم حذف حرف أو حرفين من المنادى الأخير، ليس الترخيم المفهوم المصري. قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرتها، أي أن الراء إذا انكسر ما قبلها وسكنت الراء، إذا راء ساكنة قبلها إيه؟ كسر. لا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الماء. طبعا الملأ مرت بنا كثيرا، هي أصلها الملأ لكنها تخفف لاستقامة القاف. السبعة بالملأ اللي هم القراء الكبار السبعة، والملأ الأشراف، أشراف القراء اللي هم الأئمة السبعة البدور. قال إن الراء إذا سكنت بعد كسر فإنها ترقق للقراء السبعة، أي أن هذا حكم إيش؟ إجماعي. فكان مثلا في كلمة فرعون، مرية، فرية، شردمة ونحو ذلك، لكنه استثنى من ذلك. قال وما حرف الاستعلاء بعد قراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. أما إذا جاء بعد الراء ساكنة التي سبقها كسر، جاء بعدها حرف استعلاء فإن الراء تفخم. تذلل من الانقياد، يعني شيء مذلل سهل
منقاد. قال وما حرف الاستعلاء بعد بعد الراء يعني فراؤه لكلهم التفخيم. يعني مثلا كلمة قرطاس قرطاس هذه جاء كسرة في وراء ساكنة ثم طاء قرطاس وفضة ومرصادة وإرصادة لبل مرصاد هذه خمسة محصورة. هي طبعا لو تنطبق القاعدة على أي شيء يأتي بس في القرآن ما جاء غير الخمسة الفاظ هذه فضة وقرطاس ومرصادة وإرصادة لبل مرصاد. فالراء في هذه الحالات ترقق ولا تفخم؟ وما علة التفخيم؟ استقوت لحرف الاستعلاء، استقوت لحرف الاستعلاء ففخمت حتى لورش، حتى لورش، حتى ورش يفخم هذه الايه؟ الراء. ويجمعها فضخ صدفط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسل. فحروف الاستعلاء يعني هو ذكرها في الشاطبي في المقدمة قال قص ضبط الخضوة عكس هنا عشان عشان الوزن العروض. قال ويجمعها خض قص ضبط. طبعا خض أصلا فعل أمر من قاض يقيض يعني وقت القيض أن يسكن ويلزم يعني يبتعد عن هذا المكان اللي فيه الحرب. قص القص معروف البيت المبني من القصب يعني أعواد الأعواد يقولون بعضهم البوص أو شيء من هذا القبيل. نعم والله ما أعرفه من جريد النخلة كنت تعرفه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. والضغط الضغط معروف يعني أي أنه يكفيك من الدنيا أن تؤوي إلى بيت صغير متواضع وتقلل من هذه الدنيا. هذا يعني كاختصار للحروف. ولا الحروف معروفة حروف الاستعلاء هي القاف والضاء والخاء والصاد والضاد والغين والقاء. قال وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة أي أن القراء اختلفوا في كلمة فرق والمفروض على القواعد التي قعدها أن تفخم ولا ترقق. تفخم لأنه قال وما حرف الاستعلاء بعد قراؤه لكلهم التفخيم فيها تدللا. فكلمة فرق جاء بعد حرف الاستعلاء بعد الراء الساكنة جاء ماذا؟ حرف استعلاء اللي هو القاف. لكن هذا الحرف ضعف بالكسر فلذلك اختلف القراء في روايته بالترقيق والتفخيم والوجهان جائزان للقراء السبعة من الشاطبي. الوجهان جائزان للقراء السبعة من الشاطبي هذا في حال الايش؟ الوصف. فكان كل فرق كالطود العظيم فرق كالطود أو فكان كل فرق كالطود العظيم. أما في حال الوقف على كلمة فرق نفخم ولا نرقق؟ ها نفخم في حال الوقف على فرق نفخم لأنه زال الموجب للترقيق زال الموجب للإيه أو المجوز هو مش موجب زال المجوز للترقيق. طيب وذكر أيضا بعض الأشياء في ترقيق الرأي وتفخيمها للقراء هذه أحكام يعني إجماعية. وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. احنا سبق أن قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملأ. هنا قال وما بعد كسر عارض أو مفصل
تفخر فهذا حكمه متبدلا، كأن هذا استدراك على ما سبق. ها؟ ما قرأناه؟ طيب. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبدلا، وما بعده وما بعده كسر أو الياء فما له بترقيقه نصر وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. كأن هذا يستدرك على ما سبق، فقال: وما بعد كسر أو عارض أو مفصل ففخ. يعني هو ذكر قبل ذلك الكسر مطلقا، ثم قال: وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخ. يعني إذا كان الكسر الذي قبل الراء كسرا عارضا فإنه لا يعتد به. الكسر العارض ما هو؟ ببساطة الكسر العارض هو الذي يزول في حالة من حالات النطق بالراء. يعني لما أقول مثلا: ارجعي إلى ربك راضية، الآن في كسر ولا ما في؟ في كسر. لكن لو قلت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، أين ذهب الكسر؟ سقط. فهذا الكسر عارض. فمثلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، مثلا نقول امرأة، فكسرنا الايه همزة الوصل. لكن احد يأتينا بمثال فيه كلمة امرأة موصولة بغير كسر؟ برضو في كسر عارضة، هذه نفس المثال تقريبا. وامرأة، أيوة أحسن، وامرأة. فهنا الكسر زال عنه، فيعني أو نستطيع نقول أنه غالبا يكون همزة الوصل، غالبا يكون الكسر العارض بسبب همزة الوصل، وقد يكون بسبب غيره. فإذا كان الكسر الذي في الحرف الذي قبل الراء كسرا عارضا فإنه لا يعتد به وتفخم الراء حتى لوقش. أقول امرأة، إذا ابتدأ ارجعي، ارتضى، وهكذا. مفصل يعني منفصل، مفصل يعني منفصل، لأنه قد يكون الكسر أصليا لكنه منفصل. يعني لما تقول مثلا: الذي ارتضى له، الذي ارتضى، كسر هنا أصلي ولا عارض؟ ها؟ أصلي، كسرة الذال أصلية، والياء صحيح سقطت للساكن الذي بعدها، لكن الكسر أصلي ليس عارض. لكن مع ذلك لا يعتد به، لماذا؟ لأنه إيش؟ انفصل، انفصل عن الإيه؟ الراء في كلمة أخرى. قال: ففخم، إذا كان الكسر عارضا أو منفصلا ففخم فهذا حكم. أحيانا يكون عارضا ومنفصلا، زي مثلا أمر تاب، أمر تاب، هنا كسر عارض، ها؟ هي أصلا أم، الميم سكون أصلا، وفي نفس الوقت إيش؟ منفصل عنها في كلمة أخرى، فهذا يعني عنده لا يعتد به لأنه اجتمع له العروض والانفصال. ثم قال: وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. بعضهم يتوسع في القياس، يقول: أيوة، ما دام الراء إذا كان قبلها كسرة نرققها، إذن برضو إذا بعدها كسرة نرققها، أو مثلا قبلها ياء، إذا أيضا إذا كان بعدها إيه؟ ياء. فهذا قياس لا يجوز، لذلك قال: بعدهما لقياس في القيامة قراءة مدخل، وسيأتي
الجمع بين وبني قياس ووقت اسطنبول. فالذي روي عن القراء هو أنه إذا سبقت الراء مثل الموقوف عليها بياء فإننا نرققها في حال الوقف عليها قدير ونصير ونحوها، وإذا سبقت بكسرة وسكنت الراء سواء كانت في الطرف أو في الوسط فإن الراء أيضا ترقق، زي فرية ومرية ونحوها، وكذلك البر، ومثلا راء ساكنة موقوف عليها قبلها كسر زي لال مستقر ونحوها. أما قياس الراء الياء والكسر إذا جاءت بعد الراء على ذلك فهو قياس فاسد، وقال فما لهم بترقيقه نص وثيق، لا يعني ليس لهم نص معتمد، وثيق من الثقة، يعني ليس هناك نص موثوق به ومعتمد وراسخ يركنون إليه في هذا القياس. فيمثل أي فيظهر، ليس لهم نص، ليس عندهم نص فيخرجوه حتى يدللوا لصحة مذهبهم. مثلا راء بعدها كسر زي مرجعكم مثلا، أو المرء، أو بعده ياء زي بشرين ومريم وقرية. فهذا بعض أهل اللغة يحاول قياس هذا على ما في ما سبق بياء أو كسر، قال ما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. فالصحيح أن في هذا كله التفهيم، أن في هذا كله التفهيم، ولذلك عقب على المسألة قال وما لقياس في القراءة مدخله بدون كما فيه الرضا متكفل. ويروى عن الإمام ابن كثير رحمه الله أن شبلا ابن عباس أنكر عليه وعلى ابن محايص شيئا من قراءتهم، فقال إن المحاتة لا يعرفون هذا، يعني أنكر بعض حروف من قراءتهم، فقال إن المحاتة لا يعرفون هذا، فقال أين النحات من القراءة؟ يعني القراءة الأصل أنها أثبت نقل في اللغة، وهي تحكم على النحاة ولا يحكم النحاة عليها. النحاة على أي حال بشر، ويقيسون أقيسة أغلبية، يعني الأقيسة التي يضعونها أغلبية، لكنها قد يتخلف عنها بعض الأفراد. فإذا كانوا يعتدون ببيت الشعر الذي ينقلونه عن الهذلي أو التميمي أو الغطفان أو أي قبيلة من القبائل المعروفة لدى العرب، وربما هذا يعني لا يعرف وقوعه من بوعه وينقلون عنه ويحتجون به، فإذا كان هذا في نقل الأعراب الأوائل المتقدمين قبل فساد اللسان، فطبعا القرآن هو أوثق النصوص على الإطلاق، وهو يحكم على قراءة القراء. فضلا عن أن كل ما ذكره أهل اللغة من حروف يعني تكلموا فيها مردود عليهم بردود من أهل اللغة القراء أنفسهم. هناك قد يعني يشكل شيئين وردوا في القصيدة أو ورد في القصيدة، قال في الأول وقت اسطنبول، وهنا قال وما لقياس في القراءة مدخله، صح؟ حد فاكر فرق اسطنبول؟ ذكرنا بسياقها، ها؟ ومع كافرين الكافرين بيائه وهذا لا إلا قبلها، وفي ألفات قبل راء طرف الأسد بكسر الأمل تدعى حميدا وتقبلك أبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتس لتنظر. في هذا ذكر بعض أمثلة وقد قس عليها، لأنه القاعدة خلاص قال إيش، ها؟ وفي ألفات قبل راء طرف الأسد بكسر، خلاص هذه القاعدة، فأنت أي شيء يأتي على هذه القاعدة من تحتها ليس عليه، ما هو داعي لذلك. هو قال بعض أمثلة كأبصارهم والداري ثم الحمار، وما ذكر الأبرار ولا ذكر قرار ولا ذكر الفجار ولا ذكر كذا، قال اقتص لتنظر ما مشى على هذه القاعدة اسمع عليه، لكن أن تؤلف قاعدة جديدة
على مرار القاعدة السابقة، يعني أنت الآن تضع القاعدة موجودة وتضع عليها الأمثلة، كل ما ينطبق من الأمثلة يدخل في هذا وقت استنطاقها. أما أن تؤلف قاعدة تقول أيوة خلاص ما دام إذا كان الكسر أو الياء قبل إذا نأخذ نفس الكلام ونقول إذا كان الكسر هو الياء بعد، لا هذا لا يدل. هذا الذي يقول وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه الرضا، أي ما ارتضاه الأئمة في نقلهم وروايتهم عن شيوخهم، فدونك ما فيه يعني يكفيك وخذ والزم ما فيه الرضا متكفل. ثم قال قال الإمام الشاطبي رحمه الله وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع وأشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون وروهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. قال رحمه الله وترقيقها مكسورة عند وصلها وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. طبعا الراء المكسورة ترقق لجميع القراء، الراء المكسورة ترقق لجميع القراء، وفي يعني قاعدة لو أخذتها يعني تريحك كثيرا في أحكام الراء اللي هي الإجماعية بين القراء في مجمله. أنت تنظر لنطق الراء، لنطق الراء وليس للحركة الضمة والكسرة والفتحة فقط، تنظر لنطق الراء هل هي مضمومة، أنا أقول النطق ها، ولا مفتوحة ولا مكسورة ولا ساكنة. ساكنة هي اللي فيها المشاكل، المضمومة والمفتوحة إذا نطقتها، إذا نطقتها خذ بالك، ليش أقول إذا نطقتها؟ إذا نطقتها مضمومة أو مفتوحة فإنك كيف ذلك؟ يعني أنت مثلا إن الله خبير بما تعمل، طبعا خلي ورش على جنب خلاص خلصنا ورش وكل أحكام، لكن بقية القراء أن أنت نطقت الآن إيه رأيش؟ مضمومة، لكن والله بما تعملون خبير، هي خبير برضه نفسها، ها الله بما تعملون خبير. هنا ليش رقق؟ هذا لها حكم آخر، لأن أنا لم أنطقها مضمومة، نطقتها إيه؟ لكن فطبق عليها أحكام الراء الساكنة. فأنت انظر كيف تنطق الراء، بمعنى كيف تلفظ بالحركة، فهل تلفظها مضمومة؟ إذا لفظتها مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة بعدهما، ساكنة بعدهما بعد ماذا؟ بعد فتحة أو ضمة، إذا نطقتها مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة بعدهما بعد الفتحة أو الضمة أو بعد الألف أو الواو، ست حالات الآن ها، إذن مفتوحة مضمومة ها، ساكنة بعدها بعد الفتحة أو الضم أو ها بعد ألف أو واو، فإنها في كل هذه الحالات إيه؟ تفق في كل هذه الحالات. أما متى ترقق؟ إذا جاءت بعد كسر كما ذكرنا وليس بعدها حرف استعلاء، وكان الكسر أصليا غير منفصل عنه، وكان الكسر أصليا غير منفصل عنه. هنا الآن يقول وترقيقها مكسورة عند وصلهم، خلاص الراء المكسورة هذه قولا واحدا ترقق، وترقيقها مكسورة عند وصلهم، يعني مثلا كلمة قريب فريق غيره راء مكسورة حرير، ايوه حرير ايوه، فهذه الراء المكسوره ترقق، هذه قولا واحدا لجميع القراء ما فيها اي خلاف. عند وصلهم لماذا نص على الوصل؟ قال لانه انت قد تكون الراء
تفخم وهي مكسورة في حال الوقف عليها. مثلا أولئك أصحاب النار، هذا طبعا في حال الراء طبعا ليست المتوسطة، وإنما في الراء المتطرف، لأن إذا وقفت على الراء المتوسطة أو المبتدأة يعني مثلا رزق أو قريب خلاص هي مكسورة على أي حال، سواء إنها في الوسط أو في البداية. أما إذا وقفت عليها فيزول عنها الإيه؟ الكسر. فلذلك قال وتفخيمها في الوقف أجمع أشمله، ولكن إذا وقفت على الراء المكسورة لزوال الكسر عنها فإنها إيش؟ إنها تفخم. يعني أن أولئك أصحاب النار إن كتاب الأبرار، هي الأبرار لو وصلتها لفظ، لكن لكونها وقف عليها فإنها إيش؟ تفخم لزوال الكسر عنها. قال ولكنها في وقفهم مع غيرها استثنى في حال الوقف عليها، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل أو الياء تأتي بالسكون. ولكنها في وقفهم، أي ما هي التي في وقفهم؟ الراء. في وقفهم مع غيرها، مع غير ماذا؟ مع غير الكسر، يعني مع الفتحة أو مع الضمة. لكنها إن وقفت على الراء طبعا المتطرفة، نقول إذا وقفت على راء متطرفة سواء كانت هي مكسورة، هي نفسها نفس الراء مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، يعني أيا كانت حركتها، ولكنها في وقفهم مع غيرها، مع غيرها من الحركات الأخرى ترقق بعد الكسر. يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم مثلا، ليس إيه؟ البر المفروض هنا البر مفتوحة في الوسط تفخم، لكن إذا وقفت قال ترقق بعد الكسر. إذا وقفت على كلمة البر تقول ليس البر، ليس البر. مثال آخر، كسر السير، هذه مع الياء، مع كسر آخر كان أعطيتنا أمثلها، السحر هذا بس فيه كسر فاصل مات، غير ياء، احنا نريد كسر. صد أيضا فيها صد. طيب، فهي طبعا فيها صر، فيها صر. فهنا لماذا رققتها لكوني وقفت عليها وقبلها ايه؟ كسر. وكذلك الياء، وقال ترقق بعد الكسر او ما تميل او الياء تاتي بالسكون. مثلا الخير، قدير، قصير ونحو، او ما تميل، يعني قد تكون الراء قبل حرف ماله. مثلا أولئك أصحاب النار، طبعا الراء المفخمة لا تناسب الإمالة، الراء المفخمة لا تناسب الإمالة، فهي ترقق للإمالة التي قبلها، ترقق للإمالة التي قبلها. أقول أصحاب النار، أو حتى لو إمالة صغرى أصحاب النار أيضا، سواء أنه كان تقليلا أو إمالة، سواء كانت الإمالة صغرى أو كبرى، فإن الراء ترقق في هذين الحالين. إذن الراء الموقوف عليها، هنا أحكام الراء الموقوف عليها، الراء الموقوف عليها إذا سبقت بكسر أو ياء أو حرف ممال فإنها إيش؟ ترقق، حتى لو كانت مفتوحة في الأصل ولو كانت مضمومة في الأصل فإنها ترقق. لكن لأنها احنا قلنا إذا وقفت أخذت أحكام الإيه؟ الراء الساكنة، أخذت أحكام الراء الساكنة. نعم، ما احنا
احنا قلنا ولكنها الرائعة في وقفهم في وقف القراء كلهم مع غيرها مع غير المكسورة، لأن كلامه كان عن المكسورة زي ما احنا قلنا صر هي أصلا صر صح، فلما انت وقفت أصبحت الرأي ساكنة فرققتها صر البر البر أو ليس البر فيها رأتها نعم ايوه لا مش نفس المعنى، هذا معنى جديد لانه قال في اللي قبله ايش وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل المكسوره ترقق في الوسط وتفخم عند الوقف اصحاب النار مش النار هذه النار مكسوره صح. ثم قال ولكنها في وقفهم في وقف القراء كلهم مع غيرها ترقق الراء سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة إذا سبقت بهذا بالكسر أو حرف إمالة أو الياء، لا بد أن تكون الياء ساكنة، الياء ساكنة سواء لينها أو مدينة. ثم قال ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم يعني أنت تقول مثلا والفجر هذه أنا وقفين على الراء ساكنة هي الفجري لكن أنا وقفت بالإيه السكون اللي هي زي ما قلنا اللي قبلها وتفخيمها في الوقف أجمع أشملها وقفنا عليها فسكنت ففخمنا. طب لو أردت الروم لو أردت روم حركتها طبعا الروم يدخل المكسور ويدخل الإيه المضمون أو المرفوع والمجرور. أقول والفاجر لو رمت لو أتيت بجزء من الحركة فمعنى ذلك أنك أتيت بجزء من الحركة كأنك أتيت بالحركة كاملة، فإذا كانت مفخمة تفخمها وإذا كانت مرققة ترقق. يعني والفاجر والشفع والود هكذا مسموعة ولا قرب فمك والشفع والوتر والوتر طبعا يسمعه القريب المصري في بعضكم الظاهر غير مصري. طيب فإذا الراء إذا قرأت إذا وقفت عليها بالروم فإننا نجري عليها أحكام الوصل، فإذا كانت يعني مثلا نأتي براء مضمومة موقوف عليها كل شرب محتضر محتضر كل شد محتضر 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 الراء انا نطقتها ايش هي كده كده مفخمه لكن الان لما رمت حركتها اتيت بها مفخمه ايضا لانها مضمومه محتضر. لكن لما اقول والفجر لي فهذا ترقق الراء في حال الروم، اما في حال ان قراتها بالسكون المحض فزي ما قلنا قبلها وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل. والروم دائما خذها قاعده ليس في هذا الباب فقط في الراءات، الروم دائما احكامه احكام الوصل، الروم دائما احكامه احكام الوصل دائما، لأنه سيأتينا الروم في قراءات كثيرة مثلا زي في حمزة وهشام في بعض الوقوفات وفي غيره. خذ دائما أحكام الروم هي أحكام الوصل، والإشمام أحكامه أحكام الوقف. قال ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا، قبل الذكاء يعني اشحذ ذكاءك واختبر ذكاءك من ابتلى يبتلي يختبر الذكاء مصقلا يعني حادا وثقيلا ثقيلا وليس. ثم قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم كن متعملا، يعني هو اغلب الذي ذكره هو
أحكام التدقيق في الأكثر في الغالب الأعم. قال فيما عدا هذا الذي قيدته من أحكام الراء بأنها ترقق، فما لم يذكر في تقييده بترقيق فهو مفخم، لأنه طبعا احنا ذكرنا بعض أشياء هو لم يذكرها، يعني أن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة بعد فتحة أو ضم أو بعد ألف أو واو، هذه كلها لم يذكرها. فقال فيما عدا هذا الذي قد ذكرته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، أعمل فكرك وأجري التفخيم في الراءات فيما سوى الذي ذكر في هذه الأبيات. فهو يرى مذهب الشاطبي رحمه الله يرى أن الأصل في الراء التفخيم، يرى أن الأصل في الراء، فالذي قيده هو المرقق، وما لم يكن كذلك فهو على الأصل بالتفخيم. وطبعا هناك خلاف، بعضهم يرى أن الراء أصلها التفخيم وبعضهم يرى أن أصلها الترقيق، وكل له مستند. ولعل في هذا قدر الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.